نحن مزارعين أبن عن جد، وهي الأرض يعني ما في غير هالأرض مصدر عيشنا ورزقنا، ويعني بلا الأرض صعب تعيش هون في المناطق هاي، لأن هاي البلد بلد زراعية. نحن بهالوقت هذا مندور على السجر التعبان، السجر اليبسان، منقلعه ومنطب بداله ومنوصل لمرحلة التطعيم. مرحلة التطعيم بتبلش من 15 شباط ل 15 شهر التالي. نحن بدنا نهتم بهي أرضنا لأنها غالية علينا، أرض آبائنا وأرض أجدادنا، فنحن بنلجأ لوسيلة التجدد للأرض. هاي وسيلة التجدد للأرض تحتاج منا لنطعم الشجر، نجدده مرة ثانية، لأنه الأراضي هون منخفضة، فبسبب ارتفاع منسوب العاصفة فترة الشتاء بصير علينا غمر للأراضي. بهالغمر بصير تيبيس كتير وأمراض فطرية، يعني ما عنا القدرة اللي نحن نقوم فيها ونكافح هالأدوية. السماد غالي، الأدوية غالية، فبيباس عنا الشجر كتير. فنحن لحتى نعيد هالشجرة وإنتاجها، الوحدة الأولية بالنسبة للشجر هي الزليع، يعني نوع من الشجر، فبده يجي ما مطعم. فالله خلق الدنيا أنه تكون من ذكر وأنثى، فمنا نطعمها لحتى تتجدد معنا بمرحلة تانية وتتنوع معنا الثمار. نصير عنا مشمش مثلا، في له عدة أنواع للمشمش، للجرانك في عنا عدة أنواع للجرانك. ونحن عنا الأسباب الرئيسية فيضان نهر العاصي، هذا بيأثر علينا بيبس الشجر. عنا موجة الصقيع والبرد كمان عم بتنشف الغصن وبتيبس منه، فمنحتاج لتطعيم وتجديد هالأرض. التطعيم في عدة أنواع للتطعيم، في تطعيم عنا الشطب، في تطعيم النشرة، في تطعيم الرقعة، يعني في إلى أهل خبرة وأهل مهنة، فهن بيمارسوا هذا الأمر. وبهالفترة من السنة بفترة شباط يعني هذا أفضل يعني أيام التطعيم. السيولة المادية ضعيفة عنا، لأنه نحن يعني كله ريف ومزارعين على تعب دياتنا، والعامل يعني ما عم بيلحق قوت يومه معيشته. حد يدعم هالإنسان هالفلاح الضعيف، لأنه هو مثل أقوله أحد عمدة يعني الحياة اليومية اللي بيقدمها لباقي الناس اللي هو المنتج.